طبعا الملوخية بتغش زيها زي السبانخ، فشايفين كمية كبيرة هناك قديش راح يطلع، بالاخر راح يطلع صحن هالقد. بالضبط. يعني هاي المقادير تقريبا لثلاث لاربع اشخاص. هلا انا هون عندي بنقدر نستخدم اكيد طنجرة او مقلاية غميقة بنحميها، ورح نزيد زيت نباتي بس عشان نقلب اللحمة الراس عصفور بشكل كتير سريع. هي لا هي مش مفرومة، وراس عصفور كتير أصغر. هي بيحكوا لها هاي لسان العصفور ياسمين ولا أكبر من لسان العصفور؟ راس. في راس عصفور أنا بعرف، في إيش اسمه لسان العصفور اللي هي تيجي صغير كتير فرمة خشنة. أنا بعرف إن لسان العصفور هو المعكرونة. لا، في إيش كتير ناعم بتسوي راس عصفور، بس أنعم بكتير بتسوي. والله ما بعرف. ما بعرف المهم، بس يعني أنعم مفرومة. من راس العصفور راح تكون عندنا، ما راح تكون الحجم الكبير. آه بنقدر نكبرها شوي إذا بنحب، بس هذا الإشي برجع لكم. يعني شوي بتكون أكبر من الفرمة الخشنة. بالضبط. هيها رح افرجيكم اياها، بس بدي البس جلوفز. هلا بدي كبرها. يعني هذا الحجم اللي مدور عليه لما بنقدر نفرجي هون لو سمحتوا. ايوه تمام، هيها هالقد قطع. خلينا نختبر المقلاي اذا حاميه ولا لا. هيها حميات. حميات طبعا. الهبع عم نستعمله هون احنا اللي هو من بوش، يعني شوفوا ما اخذ معنا وقت كثير ليحمي عنا الزيت. بالضبط. وبوش منتجات المانيه زي ما بنعرف، ودائما منتج الماني بيكون جودته كثير عاليه. حسيت هلا في حركه اذكى ممكن نعملها، انه نقلب السنوبر، نحمص السنوبر بالزيت سريعه. طيب يلا معناته نجيب مصفايه سريعه. يا ريت. حنقلب السنوبر. هلا السنوبر اختياري طبعا، بس هي هيك الاكله بالعاده بتنعمل. هاي على طريقه امي، على الطريقه اليافويه، بس برضه بسوريا بتنعمل بهاي الطريقه، بلبنان كمان تنعمل بهاي الطريقه، في اكثر من بلد تعملها بهاي الطريقه. طبعا ديروا بالكم السنوبر بينحرق بسرعه. بالزبط. يعني ايدكم بده يكون عليه، تتركوهش لحاله. بدنا نقلب اللحمه بطريقه سريعه. انا عم بستخدم فخده الخروف، بس نقدر نستخدم حتى العجل، بس تكون ثقيلة شيء طري. لا، لحمه الخروف شوي بتعطيك النكهه طيبه. بالزبط. بالملوخيه طعمها بيطلع شوي اطيب مع الملوخيه الورق، بس نقدر نستخدم الفتيلة العجل برضه طريه. بالضبط. فطلعوا كيف هون اللحمه بلشت تاخذ عندنا لون، ما احلى منظرها. نقلبها تقليبه سريعه عشان حجمها صغير، ما حتاخذ معنا كثير وقت بالتقلايه. تمام. هلا خلينا نبهر تبهيره بسيطه، شويه بودره ثوم، شويه سكر بني، وبتحب الكزبره الناشفه، وبنحط رشه ملح وفلفل. بدنا نستنى بس لتنشف ميتها على السريع. بنفس المقلايه راح ننزل اربع معالق كبار زيت زيتون. وهون انا عندي ثوم مقطع لشرايح. اوكي، وراح اقلبهم هيك دقيقه دقيقتين بس عشان يطروا ويتنكهوا. زي ما حكينا لكم او دائما بنحكي لكم، انه بنستغل اللي دائما بيكون موسمه من الخضره او من الفواكه. فهلا موسم الثوم الاخضر، صحيح، بكل مكان وين ما بنروح بيكون حاطينه بكبات بيبيعوا على الطرق. فهسه عم نستغل الاكل اللي فيه ثوم باكثر قدر ممكن. فالملوخيه بتحب الثوم كثير. فهلا هون بس بنحمرهم شوي مع زيت الزيتون، ندبلهم بعدين بسرعه بتدبل الاخضر، ما بتاخذ كثير عنا. هيك تقليبه سريعه. يعني بدنا لون ولا من غير لون؟ يعني يدوب نتفه، يعني هيك على نقطه شعار نطلع الطعم الني اللي فيها. اوكي هيك بلش ياخذ لون معي. هلا كمل نفس المقلاي اللي فيها اللي قلينا فيها اللحمه عشان كل النكهات. بالضبط. هلا على مراحل. هون عندي 500 جرام ملوخيه ورق مغسول ومنشف كثير منيح. على مراحل راح انزل ملوخيه الورق، ارش رشه ملح كثير بسيطه عشان ننزل ميتها، ونقلب لحد ما تدبل معي. هلا وانت قاعد عم تدبلهم، خلينا بس نعمل خلطة الليمون والخال اللي هي بتتقدم على جنب، اللي هي الدقة. بالضبط الدقة. أنا عندي هون فلفل أحمر وأخضر حار مفروم فرم ناعم، وعندي سنين ثوم مهروس. راح أزيد عليهم معلقتين كبار ليمون، راح أزيد عليهم معلقتين كبار خل أبيض ورشة ملح. وهاي الصراحة كثير طيبة، ينحط عليها شوي على الوجه وتتغمس
من الخبز. بدك نحط اللحمات هلا؟ هلا هيهم دبلوا معي، رح ارجع لحمة راس العصفور اللي مستوية عنا، ورح ازيد كاسة مرق لحمة خضار جاج اللي متوفر عنا، ورح نعطيها تقليبة سريعة، نغطيها ونتركها هيك على نار هادية بس لتستوي. بالضبط. تمام. بالنسبة للملوخية رح نحتاج تقريبا لنص كيلو ملوخية ورق مغسل كتير منيح ومنشف كتير منيح. بدنا زيت نباتي سنوبر، توم مقطع لشرايح، لحمة راس عصفور مقطع قطع صغيرة، بودرة توم، سكر بني وشوية كزبرة ناشفة، مرقة دجاج أو مرقة لحمة، وأكيد آخر إشي رح نحتاجه هو الفلفل الأحمر وأخضر حار، ليمون، خل أبيض، رشة ملح، وهاي هي.